بسم الله الرحمن الرحيم. سمي جميع بسم الله كده نتوكل على الله. بسم الله توكلنا على الله. حل تدريبات على نص سبيل الرشاد من عصر الإسلام لحسان ابن ثابت. السؤال الأول هو تدريب العشر دقائق، ضع علامة صح أو خطأ. قال النص، قائل النص هو حسان ابن ثابت صح، وحسان ابن ثابت شاعر مخضرم أدرك عصر صدر الإسلام والعصر الأموي. بالضبط كده، العصرين العشر الجاهلي وصدر الإسلام. ينتمي النص إلى عصر صدر الإسلام صح طبعا. دال غرض النص هو مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو الرسالة. غلب على النص الأسلوب الخبري، لأن الشاعر يريد تقرير صفات حقيقية اتصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام صح. عارفين الأسلوب الخبري اللي هو إيه؟ اللي مش إنشائي ولا خبري لفظا إنشائي. يعني الأسلوب الخبري خالي من ست حاجات، ما فيهوش أمر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا دعاء. لا، المعلومة دي مهمة، معلومة في كل النصوص اللي هتقابلك سواء سنة تانية أو تالتة أو أولى حتى. يعني إيه أسلوب خبري؟ مفهوش حاجة من ستة، مفهوش أمر ولا في نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا دعاء، زي الأم ومدرسة. هذه الجملة مفهاش حاجة من الستة اللي أنا قلتها، لكن نجحك الله، دي فيها دعاء مش كده؟ لا، يبقى ده خبر لفظا انشائي، فخلي بالك من كده. بقول لك غلب على النص، لان فيه يا قبر الرسول ما ده نداء مش كده، لكن الغالب على النص الاسلوب الايه؟ الخبري، عشان يقرر ويؤكد الحقائق في النبي صلى الله عليه وسلم. واو. بدا الشاعر قصيدته بالوقوف على طلل قبر الرسول صح. زاي يميل اسلوب الشاعر الى التعقيد وتتسم الفاظه بالغرابه. لا ده بصراحه، لا ده رغم ان هو من الف وكذا سنه الا ان هو بعيد عن الغرابه، الفاظه سهله. كان حسان بن ثابت يقول الشعر ارتجالا. عارفين يعني ايه ارتجالا؟ اللي هو بدون اعداد سابق، ويدل على مهارته صح طبعا. تاثر الشاعر في موضوعه وتراكيبه وصوره بالاسلام طبعا، بالقران الكريم وبالحديث الشريف، تاثر بكل تعليم الاسلام. توكلنا على الله. بطيبه رسم للرسول ومعهده الى قوله بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. اول حاجه بيقول لي اعرف ما تحته خط. السؤال الاعراب ده معلش نخلي بالنا منه. بقول لي بطيبة، الباء حرف جر، وطيبة اسم مجرور وعلامة جره فتحة لأنه ممنوع من الصرف، اسم مجرور بس. عايز تقول شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم قول، عايز تعرف جر ومجرور وتكتفي صح. السؤال الثاني أو الإعراب الثاني عفوا، يا قبر الرسول، ده منادى اللي بيجي بعد أداة النداء دي عندنا في اسمه في اللغة العربية منادى. منادى مضاف ده بقى. يعني منادى مضاف؟ يعني هو مضاف إليه يا حكام العرب، يا ابن محمد. كل منادى وراء مضاف نسميه منادى ايه؟ نسميه. طب نعربه ايه؟ منصوب. يبقى المنادى المضاف منصوب. ده معلومه كده خدها، المنادى دي لي كذا اعراب بس يعني خدها كده في الوسط كده سريعا يعني. يبقى قبر دي نعربها دايما، اي منادى مضاف منصوب، يبقى منادى منصوب علامه تثبيت فتح. بلاد ثوى فيها الرسول الرشيد المسدد وبوركت بلاد. خلي بالك على الجمله وبول. اي برافو. بوركة ده فعل مبني للايه يا شباب؟ المجهول. بوركة اصلها باركة الفعل العادي، يبقى بوركة بضم الاول فانقلبت الالف واو لمناسبه الضمه، يبقى مبني المجهول. امال التاء دي ايه يا استاذ؟ التاء تانيث. وتاء التانيث من عربه ايه؟ الف بوركة. التاء الف بوركة حرف لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طب مين اللي بوركة؟ بلاد بتبقى اسمها نائب ايه بقى؟ لان الفعل المبني للمجهول بيحتاج ليه يا شباب تاني كده؟ نائب فاعل. يبقى كلمه بلاد نعربها نائب فاعل مرفوع علامه رفعيه الضمه. ده عن سؤال الاعراب. هات في جمل من تعبيرك معنى رسم اثر، هات جمله مناسبه او اثر. كلمه رسم اثر عشان هي مفرد نجيبها لها ايه؟ مفرد يعني. ومضاد ثوى رحل، لان ثوى معناها اقام يبقى عكسها رحل. جمع معهد معاهد عادي. ما العاطفه المسيطره على الشاعر في الابيات؟ وضح الحزن والالم لفراق النبي صلى الله عليه وسلم بالاضافه الى حبه الشديد وتعظيمه للرسول. يعني في حب والم للفراق وفي حب وتعظيم للشخص، وما فيش مشكله ان الاثنين يعني العاطفتين يبقوا مع بعض، حب والم وتعظيم، وحب وتعظيم لمكانه الرسول عليه الصلاه والسلام، حزن والم وحب وتعظيم. اشرح الابيات باسلوبك لو سمحت. اوصي الناس اللي عايزه تجيب درجه حلوه في الامتحانات سواء في اولى او ثانيه او ثالثه ثانوي، لما تيجي تشرح يعني في الامتحان بالذات، في البيت الاول تقوم شرح، وفي البيت الثاني تقوم شرح، وفي البيت الثالث تقوم شرح. ده بيعلمك انت كطالب انك ما توقعش بيت من الابيات. جزأه عشان بس تمسك كل بيت وتدي له حقه. برضه مش عايزك برضه تبقى عايز تشرح معنى كل كلمه، لا المعنى العام يعني.
يعني هنا ما نقول مثلا وقف حسان بن ثابت على طلل الرسول يبكيه ويصف هذا القبر بأنه المنير وأنه الباقي، بينما القبور الأخرى أو الآثار الأخرى تزول، وقد أطلت وقوفا أمام القبر أبكي بكل جهد عليك يا رسول الله، وأدعو بالبركة والزيادة لهذا القبر ولهذه البلد التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم معظما محبا. السؤال اللي بعديه بيقول لي دال على ما يدل قول الشاعر بوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المصدق، يعني على ما يدل لما حد بالظبط اللي هو تعظيم هذه البلد، وعارفين ان البلاد درجات مش كل البلاد زي بعضها، يعني خير بلد في العالم مكة، ليه؟ لان فيها الكعبه مش كده ولا لا؟ وبعدها مين؟ المدينه المنوره، ليه؟ عشان فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها مين؟ القدس، مش كده؟ اذا البلاد المفاضله، اذا لما الشاعر بوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاده تدل على ايه دي؟ على حب الشاعر وتعظيمه لهذه البلاد وتفضيل على سائر البلاد الايه الاخرى. ما نوع الاسلوب قد تعفو الرسوم؟ يعني ايه نوع الاسلوب؟ يعني يا خبر يا انشاء، يا خبر لفظا انشاء معنى، قد تعفو الرسوم وتحمده، ده اسلوب ايه؟ خبر، خبر عادي جدا، غرض الايه؟ الوصف. يا قبر الرسول ده اسلوب ايه بقى؟ انشاء. غرضه ايه هنا بقى لما نداء القبر دول عليه بقى؟ تعظيم وشوق وحنين وحب للرسول صلى الله عليه وسلم. الابيات الثانيه بيقول لي من اول بطيبه برضه لغايه كلمه المسدد واسئله اخرى عليها، بيقول لي اولا النحو، حدد الافعال في الابيات واذكر حكم توكيدها بالنون. بص انت لسه ما خدناش التوكيد بالنون ده، بس انا هقولها علشان يعني ايه، ولو خد فكره وافهم بكره. بص بيقول لك ايه، او اذا كنت خدتها بقى هتيجي بترجعك. بطيبه رسم المنير تعفو، كلمه تعفو ده فعل مضارع يمتنع التوكيد بالنون. معلش خدها معلومة، بس خدها معلومة سطحية كده، لو ما تعرفهاش خدها معلومة سطحية لغاية ما الدرس يشرح. عشان أحط نون في الفعل يضرب، يضربن، أقول والله لأضربن، لازم قبلها قسم وفي لم قسم، لها شروط يعني، أو قبلها طلب. إذن وجود النون في الفعل مرتبط بحاجتين، قسم ولم قسم وطلب. هل كلمة تعفو في قبلها قسم وفي لم قسم أو في قبلها طلب؟ يبقى ما فيش نون، مش النون دي عايزه اسباب، لو الاسباب ما جاتش ما تجيش الايه النون. اطالت وقوفا تزري في نفس الحكايه، هل ينفع اجيب فيها نون؟ ما ينفعش اجيب فيها نون، لان ما فيش قبلها لا قسم ولا ايه ولا طلب. على طلب القبر ده بوركت، ده فعل اصلا ماضي مش كده؟ لا، والماضي ملوش اي علاقه بالنون على فكره. يبقى هنا بوركت وبوركت سواء برضو فعل ايه كده ماضي. اذا كل الافعال الموجوده قدامي هنا لا يجوز ان ناتي فيها نون، لانه لا يوجد فيها ايه قسم ولا لم قسم ولا طلب، ويا لها شروط عده يعني لها تفصيلاتها، لكن انا اديتك المعلومه سريعه. مرادف تذرف، ينزف تغلق، يسيل، يسيل طبعا. 2 المقصود بطيبه المدينه المنوره. 3 مضاد تعفو تبقى، خلي بالك بقى تعفو هنا عن تزول، احنا قلنا كلمة في السياق بتتغير. 3 4 جمع طلال، سهلة دي أطلال. السؤال بقى، كيف عبر الشاعر عن حزنه لفراق الرسول صلى الله عليه وسلم وبما دعا به؟ شرح، شرح أنه أطال الوقوف يبكي والأخر شرح. دال استخرج من الأبيات ما يلي محسنا لفظيا، انتبهوا جيم الأول، عفو جيم، فيما اتفق الشاعر في قصيدته مع الشعراء الجاهليين الوقوف على الأطلال والضيار، لكن فيما اختلف أنه لم، لا لا لا، في المقدمة اختلف أنه لم يقف على أطلال المحبوبة وعلى المرأة، وإنما ارتبط ذلك بما هو أعلى وأقدس وأجمل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ده اختلاف. الشعراء كانوا يبدأون بالإيه؟ ها؟ بالوقوف على ديار المحبوبة دايماً، كان دايماً ذكر المرأة يأتي في البداية اللي هو الغزل، البداية بالغزل، ولكن الشعر هنا استبدله وبدأ بإيه؟ وبدأ بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، دي جديدة. أما الوحدة العضوية فصحيح، يعني إيه الوحدة العضوية؟ يعني القصيدة دارت حول الموضوع واحد، اللي هو مين؟ اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ده استخرج محسن لفظي، بالله عليك انتبهوا بقى لو، أول معلومة المحسنات البديعية 8، دي معلومة مهمة. ما كم محسن؟ 8، اتباق، الجناس، السجع، التصريع، حسن التقسيم أو الازدواج، التورية، مراعاة نظير، التفات. يبقى دي أول معلومة الطالب يعرفها، أنهم كم يا جماعة؟ 8. في محسنات أخرى، لكن المقرر عليك في المرحلة الثانوية هم 8 وبس، لا
لو سمعت اي حاجه زياده عن كده خدها كثقافه لكن مش مقرر عليه في المنهج. طيب الثمانيه دول بعد ما عرفتهم قسمهم لو سمحت، قسمهم في دماغك كده، ولو شفوي حتى ما تكتبش، حتى شفوي كده رتب دماغك ان هيتقسموا لمحسنات لفظيه ومحسنات معنويه. اللفظي هو كل ما يعطي جرس موسيقي، يعني الجناس لفظي، السجع لفظي، التصريع لفظي، حسن التقسيم لفظي. شايف الاربعه دول؟ الاربعه دول اسمهم ايه بقى؟ محسنات ايه؟ لفظيه تعطي جرسا ايه؟ يبقى ما هو المحسن اللفظي؟ هو كل ما يعطي جرس موسيقي زي سجع، تصريع، حسن التقسيم اللي هو الازدواج، وكمان ايه في الاخر اللي هو الايه؟ التصريع، سجع وجناس. الاربعه دول اسمهم محسنات لفظيه. يبقى اللي فاضلين اسمهم ايه؟ محسنات معنويه، انطباق، توريه، مراعاه نظير، التفات. انا عارف انك مش عارف الثمانيه، بس على الاقل اعرف مسمياتهم. لما اقول لك استخرج محسن لفظي لازم تجيب يدي جرس موسيقي. لما اقول لك استخرج محسن معنوي اللي ما بيديش جرس موسيقي اللي هم مين بقى؟ الطباق والتوريه ومراعاه النظير والالتفات. الطباق كلنا عارفينه، ومراعاه النظير اللي هي كلمات تشبه بعضها او من بيئه واحده، زي ما اقول الدكتور والمستشفى والممرضه والدواء وغرفه العمليات، ما هي دي كلها من بيئه ايه؟ واحده. زي ما اقول الليل والخل والصحراء والواحد، ما كل دي البيئه العربيه. اذا وجدت كلمات تضمها بيئه واحده، ده بنسميها مراعاه ايه؟ ده بنسميه برضه محسن ايه؟ معنوي. ها؟ يبقى مراعاه النظير نسميه ايه؟ محسن بديع. ومحسن بديع تبع مين بقى؟ لازم كده كانها خريطه. فهمنا يا شباب؟ طيب عايز هو محسن ايه هنا بقى؟ لفظ. تعال ندور. بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمده. اهي دي اللي هي معهد وتهمده، ده تصريع يعطي جرسا ايه؟ موسيقيا محببا للنفس. يبقى عرفنا يعني محسن لفظي. استخرج برضه لونا بيانيا واذكر نوعه وسر جماله. لون بياني، افتح ملف معين، ايه هو؟ اربع حاجات. استعاره، كنايه، تشبيه، مجاز. بص بقى، هي دي بقى الفكره اللي انت تبدا ترتب فيها معلوماتك. يقول لك طلع حاجه تفتح الحاجه المناسبه، الظرف المناسب ليها. لان ساعات الطالب بيبقى هو طالب حاجه وانت بتجاوب حاجه ثانيه خالص. طب اللون البياني هي مين بقى هنا؟ بتبقى رسم للرسول ومعهد منير. معهد منير استعاره ليه؟ لان المعهد هنا المكان ليس منيرا، وانما شبهه بالايه؟ بالشمس المضيئه او السراج المضيء، وحسب كلمه سراج او شمس واتى بصفه صفاتها مستعاره مكنيه. وفيها ايه يا اولاد؟ فيها ايه يا شباب؟ دي التوضيح لمكانه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدى والرشاد. ما اقدرش اقول تقسيم ولا تشخيص. ليه يا استاذ؟ المعهد ده مكان، صح؟ المكان ده مجسم، وانا ما شبهتوش بانسان ولا شبهته، هو مجسم، صح ولا لا؟ فما اقدرش اقول تقسيم لان هو مجسم، ولا تشخيص لان ما فيش تشخيص. طب لما ما لاقيش لا تشخيص ولا تقسيم اقول ايه يا شباب؟ على الله. بما تعلل بناء الفعل للمجهول بوركت، بوركت للتعظيم، للتعظيم والاختصار والتركيز. يعني في إيجاز بالحسب، صح؟ وأي إيجاز بيدي إيه؟ التركيز وإصرار. لا، الإيجاز بيدي إيه؟ الإيجاز بيدي ماشي، بيدي الوصول إلى المعنى بطريقة أبلغ. المجاز المرسل يدي جذب انتباه، الإيجاز ما يديش جذب انتباه. الإيجاز يدي إيه؟ الوصول إلى المعنى بطريقة أبلغ تستقر في الذهن. أي إيجاز نسميه إيه؟ ها؟ الوصول إلى المعنى بطريقة أبلغ تستقر في إيه؟ صحيح. لما بتكلم كلام قليل افتكره ولا انساه؟ افتكره، عشان الكلام قليل ويثبت في ذهني. غير كده بوركت يا قبر الرسول. مش هنا الفاعل معروف وهو الله سبحانه وتعالى؟ من الذي سيبارك؟ الله سبحانه وتعالى. اذا لشهرة الفاعل ولمعرفة الفاعل بني الفعل للايه يا شباب؟ يبقى للتعظيم ولشهرة الفاعل ولايه؟ وللايجاز، حتى يستقر المعنى في الذهن. كل ده في بوركت. قال الشاعر الأبيات اللي في سين ثلاثة: إمام لهم يهديهم الحق جاهدا، معلم صدق إن يطيعوه يسعد، إلى قوله إن أن يستقيموا يهتدوا. واللي معنى يحيد يخرج ولا يبعد ولا ينسو؟ يحيد يبعد عن المكان، حاد عن الطريق، يعني إيه؟ بعد. مضاد يحسن يسيء، مفرد الزلات زلة، وجمع عذر أعذار اللي في الوسط. إنما معذير دي جمع معذرة. اشرح الابيات شرحا ادبيا. هنشرح الابيات شرحا. جيم، ما الجمال في قوله امام لهم يهديهم الحق جاهدا؟ استعاره مكنيه.
لأنه شبه الحق كأنه شيء مادي ويهديهم الرسول إيه إليه صلى الله عليه وسلم. يبقى استعارة مكنية. لا لازم أقول الاستعارة الأول. بص كويس أنت قلت لي الجملة دي بقى. لو جملة فيها كناية وفيها استعارة. جملة فيها كناية وفيها تشبيه. يعني مقول بنتك القمر دي كناية عن جمالها. ولما أقول هنا يهديهم الحق دي كناية عن عظمة الرسول وحرص على حب لقومه مش كده حب لقومه. بس لازم الأول أطلع مين؟ الاستعارة. لازم أطلع التشبيه في البنت اللي زي القمر. لازم أقول الأول اللي فيها تشبيه وبعدين أقول كناية. يبقى الكناية ديت إيه؟ درجة تانية صح؟ إمتى الكناية تبقى درجة أولى بقى؟ لما تكون الجملة ما فيهاش إلا كناية. فلان بنته مفتوح للناس. ما فيش حاجة تانية. الأول ما فيش حاجة فيها استعارة فيها تشبيه فيها مجاز خلاص كده أقول إيه بقى؟ كناية. فهمنا يا شباب؟ اوعى تقول كناية لأن لو في الجملة فيها استعارة وفيها كناية وأنت قلت كناية بس هتنقص. اتفقنا؟ طيب. حدد في الأبيات سبب ونتيجة. بص يا جماعة سبب ونتيجة يعني تدور كده بهدوء على أسلوب شرط وجواب. ما هو ده السبب والنتيجة. أسلوب شرط وجواب. يعني إن يطيع إن يحسنه فالله خير وأجواده صح؟ وإن يطيعوه إيه؟ يسعد. الاثنين. يبدو في الأبيات السؤال هذا يبدو في الأبيات تأثر الشاعر بالقرآن الكريم ألفاظ ومعاني. يعني لما قال مثلا عفو عزيز حريص تأثر بالآية الكريمة واكتب له الآية بقى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. السؤال الرابع من أول إمام لهم لغاية ويمهدوا. هذا معنى عزيز صعب شاق. معنى كلمة عزيز هنا في الأبيات ودي حصدرت بينها أثناء الشرح وقلت إن كلمة عزيز في الأبيات هنا لا تعني العزة بعكسها الذل. لا هي هنا عكسها إيه؟ عكسها سهل لأن معناها إيه؟ شاق وصعب. ومضاد يهديهم يضلهم جمع كنف أكناف. حدد الصفات التي ذكرها الشاعر. إمام معلم عفو عزيز حريص عطيف عطوف. كل الصفات مشرحها بقى. يعني كل دي صفات مشرحة. السؤال جيم ما قيمة جاهدا في موضعها تدل على إخلاص الرسول عليه الصلاة والسلام. ولماذا استخدم الشاعر اسم التفضيل أجود ليدل على أن الله عظمة الله وخير الله أكثر ولا يدرك. اسم التفضيل يعني اشرح لك بقول لك استخدم كناية وبين سر جمالها عندك كتير. يعني لما قال مثلا يهديهم الحق جاهدا دي فيها كناية. هو اللي طالب كناية بقى كده خلاص هقولها له. كناية عن إخلاص الرسول وبذله كل غالي وثمين من إيه؟ من أجله. عزيز عليهم عفو عن الزلات كناية عن سماحته صلى الله عليه وسلم. سر جمال الكناية طبعا عارفينه الاتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في إيجازا وتكسير. إيجازا وبين نوعه وأثره. الإيجاز قلنا كلمة محذوفة إمام وعندك معلم مش كده؟ بص عزيز دي اسمعوا بس كلمة عزيز دي مش مضبوطة قوي. ليه بقى؟ معلش المبتدأ بعدها موجود عزيز عليه أن يحيده. أصل الكلام إيه؟ أن يحيد عزيز عليه. جميل أن تذاكر أصلا إيه؟ أن تذاكر جميل. يبقى هنا في حذف ولا تقديم تأخير؟ لكن إمام ما فيش حاجة تنفع بعدها تقديم تأخير. كلمة حريص كل دي أخبار لمبتدأ محذوفة. فهمنا يا شباب؟ يبقى نتجنب إن كلمة عزيز إيجاز حذف هنخليها تقديم وإيه؟ وتأخير. إنما كلمة إمام أصلها هو إمام مش كده؟ وكلمة معلم أصلها إيه؟ هو معلم. وكلمة عفو أصلها إيه؟ هو عفو. وكلمة حريص أصلها إيه؟ هو حريص. دي كلها مبتدأات أخبارها محذوفة. وممكن تطلع طبعا لا بوريك ده مش هنا. فعل المبني المجهول مش هنا. تمام كده؟ ده اسمه الإيجاز. طب نوعه ايه نوع دي بقى؟ بص يا جماعه زي ما تعرف لما يجي النوع الثاني ونتكلم عليه زي ما كناش اتكلمنا عليه ولا تعرفه اسمه ايجاز قصر. في حاجه اسمها ايجاز حذف في حاجه اسمها ايجاز قصر. ايجاز الحذف اللي فيه كلمه محذوفه خلاص كده. انما ايجاز القصر جمله قصيره
الوصول ها سواء في الحذف او الكسر الاثنين واحد، الوصول الى المعنى بطريقه ايه ابلغ تستقر في الايه في الذهن اطنابا وحدد اثره. حلو قوي الاسئله اللي ورا بعض. الاطناب عكس الاجازه يا شباب، صح ولا لا؟ الاطناب عكس الايه عكس الاجازه، يعني كلام كتير والمعنى قليل، ترادف. يعني من ضمن الاطناب ده ليه وسائل كتيره، يعني كلمتين بمعنى واحد يعني، مش كده؟ اه لما قال عطوف وقال ايه يحنو في نفس البيت، ما عطوف ويحنو يعني ايه بنفس المعنى. يبقى لما اقول لك مبدئيا، على فكره الترادف ليه وسائل كتير، الاطناب ليه وسائل كتير، من ضمن الاطناب الترادف. بس في الاطناب كمان حاجه اسمها الجمله الاعتراضيه. عارف لما تلاقي قال وشرط صلى الله عليه وسلم شرط، عارف الجمله دي اول ما تشوفها سماها اطناب، لا دي زياده عن الكلام ولا نقص، زياده دي الجمله الاعتراضيه زياده. عارف لما تلاقي تفصيل بعد اجمالي يبقى اطناب. احب مصر نيلا وشعبا وارضا وسماء، ما انا قلت احب مصر وبعدين رحت مفصل ده صح. يبقى لما اجيب اجمال وبعدين تفصيل او تفصيل بعديه اجمال، نجح محمد وعلي نجح الصف الاول، يبقى انا عملت ايه تفصيل بعده ايه اجمال. لما تلاقي تفصيل بعد اجمال او اجمال بعد تفصيل او جمله اعتراضيه او ترادف، ده اسمه ايه بقى؟ اطناب. وهناك اشياء اخرى اقولها بدون شرح، زي اطناب الاحتراس هقوله لك فيما بعد، زي اطناب مثلا التكرار، كلا اذا دكت الارض دكه الاولى والدكه الثانيه، بس ده نوع من التاكيد صح. يبقى إذن هناك وسائل عديدة للإطناب، منها في أبياتنا اللي هو كلمة إيه قلنا عطوف وإيه ويحن. هات من النص ما يدل على وقوف الشعر أمام قبر الرسول باكيا، طبعا ده عشان حفظ نص حفظ اللي هو أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد صلى الله عليه وسلم. السؤال 5، عفو عن الزلات إلى قوله يمهل، أكمل مرادف كنف رعاية جانب، اه مقول ده في كنفي يعني في جانبي او في رعايتي، ومضاد عفو قاسي معاقب. اه كلمه عفو عكسها ايه يعني؟ ممكن قاسي صح، وممكن تبقى ايه بقى المعاقب الذي ينزل العقاب، يعني منتقم. برافو، ده هي دي ادق واحده. ايوه صح. كلمه عفا عكسها ايه؟ انتقم. يبقى عفو عكسها حتى المنتقم العفو، ده من اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. جمع أجود أجاود وأجاويد، جمع أجود تجمع على إيه شباب؟ ها أجاود وإيه وأجاويد، والمشهور أجاويد، هؤلاء الرجال أجاويد. اشتملت الأبيات على مجموعة من القيم نفتقدها الآن، اللي هي شرح العفو والسماحة، مش كده؟ الحرص على هداية الناس، حبهم، التعامل معهم برفق. سؤال جيم، ما نوع الاسلوب في الابيات السابقه ولما اثره الشعر؟ برافو، خبري واضح ان كل الاسئله ما لا في امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا تمني ولا دعاء، الابيات دي خاليه، يبقى خبري. ليه؟ الخبر لتقرير وتاكيد وصف الصفات اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم، انها حقائق ثابته لا تحتمل النقاش يعني. دال، هات من الابيات لونا بيانيا، ها لونا بيانيا، يعني مثلا لما قال يحيد عن الهدى. اه بالله عليكم انا عايز برضو لما تطلع صوره، معلش نصيحه بس، لما الطالب يطلع صوره يطلع صوره ما يختلفش عليك، مش عايز فلسفه يعني. انت درست الصوره يحيد عن الهدى، الناس تعرفك ليه وقلناها والمجموعه سمعتها وصححناها او سمعتها مني قبل كده، خلاص طلعها بقى، ما تجيبش ما تسيبش بقى الجمله اللي هي اللي كله واضح عليها وتروح الجمله دي تغلط، ممكن تغلط يعني. يبقى ديت استعاره يا شباب مكني. طب واخر بديعيا، يعني مثلا لما قال ايه يحيد ويستقيم، الزلات وايه بالظبط؟ كلمه زلات وكلمه يحسن، او كلمه يحيد وكلمه ايه يستقيم، كل ده طباق، طباق ايجاب. اللي هو ايه ايجاب؟ يعني ايه طباق ايجاب دي؟ اه كلمه وعكسها. امال التاني اسمه طباق ايه؟ سلب، اللي هو الكلمه وايه ونفيها، تمام كده. طيب بيقول هنا مبين النوع كل منهما وسر جمال، طبعا استعاره تبقى تشخيص المعنى او تقسيمه في صوره حسيه توضحه، انما اطباق توضيح المعنى وتاكيد. ما مناسبه النص؟ هو رساله النبي صلى الله عليه وسلم، وما ملامح شخصيه الشاعر بقى، طبعا مؤمن محب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم او معظم لمكانته، جيد في الشعر طبعا، انه كان يرتجل الشعر ارتجالا الى سؤال 6، من اول فجودي عليه بالدموع الى قوله يفقد، معنى ارفعي صوتك بالبكاء، هذا من الابيات يعني. عويلي. طب مضاد جمودي جودي، طب جمع الدمع دموع او ادمع، ادمع الادق، لان دموع جمع دمع،
فكلمة دمع جمع جمع الجمع جمع ايه يا اولاد ها جمع الجمع يبقى الادق نقول ايه ها الظهر ومفرد الايه الادهر اللي هو ايه الظهر اشرح البيتين هتشرح الابيات اللي قدامك اسلوب انشائي وبين غرضه نوعه وغرضه فجودي امر حلو بقى استنى بقى معلومه حلوه بقى خلاص انا كده يا استاذ فهمت ان انا هحطه تبع الاسلوب الانشائي اي امر وناس تفهموا ده تمام طب ايه الغرض ده بقى السياق حسب الايه حسب السياق طب من ضمن الحاجات اللي بتسهل عليك بعض النصايح مني النصيحه ايه اي امر يوجه لغير العاقل تمام كنا قلنا الجمله دي صح نطبقها قولي موجه لمين للعين يا سماء امطري مثلا لو جبت جمله يا سماء امطري ده موجه لمين للسماء اذا كل امر يوجه لغير عاقل غرضه ايه يا شباب التمني قولي ما التمني واعولي برضو الايه التمني تمتنع غرضه استعارة واذكر نوعها وسر جمالها كون انه يكلم العين استعارة يعني كونه برضو جودي فشبه العين بإنسان يوجه له أمرا ما إذا يعني كلمة جودي كلمة جودي فيها من البلاغة حاجتين إنها أسلوب إنشاء غرض التمني والناس استعارة مجنية أيوة إيه المشكلة طيب وضح طباقا وعين نوعه وأثره طباقا لما قال مثلا ما فقد ويفقد برافو في البيت الثاني ما فقد ده نفي ويفقد ده ايه مش اثبات يبقى كده ايه طبق سلبي يعني فقد ويوجد بس هم مش موجودين في الابيات في البيت لفقد ويوجد صح 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 في البيت الاول صح جمله علاقتها بما قبلها تعليل فجودي عليه بالدموع لفقد اهو موجود عليه وعول ليه لفقد يبقى الجمله الثانيه اللي في الشطر الثاني لفقد الذي لا مثله الدهر الدهر يوجد لا مثله الدهر يوجد يبقى ده في تعليل بعد دراستك للنص اترى تغييرا طرأ في صدر الاسلام على بناء القصيده العربيه اقول له هو جمعت بين القديم والحديث تغيير لكن ليس تغييرا كليا يعني الجديد في القصيده انها تاثرت بالفاظ القران الكريم وبتعاليم الاسلام واتجهت الى السهوله والوضوح اما القديم فان الشاعر قد احتفظ بالمقدمه الطلليه والبكاء على الديار كما بدا بالبكاء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتجه في القصيده القديمه والايه والجديد السؤال ها ما غرض النص الرساله وما سمات شخصيه الشاعر قلنا مؤمن محب للرسول صلى الله عليه وسلم فصيح الى اخره من الصفات البعض واو ماذا كان سيحدث لو لم يدخل حسان بن ثابت لم اولا لا فقد اكبر لقب كان ممكن ان يحصل عليه وهو ان فقد لقب انه شعر الايه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كان من ضمن هؤلاء الذين يهجون الايه الاسلام ويشتمونهم الشاعر لان الشعراء الذين لم يدخلوا الاسلام ماذا صنعوا استخدموا شعرهم في الايه في الهجوم على الاسلام ولكن حسان بن ثابت احتفظ او استخدم شعره في الدفاع عن الاسلام كمان لم يكن تاثر بالقران الكريم ولا بالفاظه ولا بتعاليمه الجميله في شعره ولا ظل شعره قديما على تعاليم الجاهليه فهمنا شباب ده عن نص سبيل الرشاد لحسان بن ثابت من كتاب الامتحان